بعد انتهاء بطولة أفريقيا في 2022، وكنا ممكن نبني على كيروش إن احنا نقدم مستويات، وكان بيكتشف لعيبة وراجل كان بيشتغل بمنتهى الإخلاص والحب لمنتخب مصر. كابتن ضياء سيد المدرب العام السابق لمنتخبنا الوطني، تحياتي ليك يا كابتن ضياء. ازيك يا أسامة، أخبارك إيه؟ كله زي الفل إن شاء الله، أكون بخير يا حبيبي، ربنا يخليك. إيه رأيك في الخروج المخيب لمنتخب مصر أمام الكونغو؟ لا طبعا، أنت زي ما أنت قلت هي صدمة في الشارع كله. يعني صدمة كبيرة، اللي احنا متعودين بطولة افريقيا دي فيها علاقة خاصة بينها وبين الجمهور المصري وبيننا وبين فرقنا، احنا اكتر فرقة محققة، فطبعا الاداء كان سيء والنتائج كانت سيئة جدا، في تخبط في الناحية الفنية تحديدا بشكل كبير جدا. أنا بشوف نقص الخبرات الكبيرة جدا في البطولات الإفريقية، فيتوريا برضو ما اشتغلش في إفريقيا لا مع فرقة ولا مع منتخبات، يعني وهو كمان ما ضربش منتخبات، فعملية التجميع المنتخب والمعيشة في إفريقيا والحاجات دي كلها تعتمد على خبرات. لكن انا هتكلم في الاداء الفني، طبعا كان مذبذب زي ما انت قلت، كان في تردد كبير جدا، حاسس ان عنده نقص معلومات كثيره عن الفرق وعن اللعب في افريقيا بشكل كويس، اداره الماتش نفسها فيها تردد وفيها حاسس انه منزعج طول الوقت على الخط بشكل كبير جدا، فكان النقص الخبرات دي بشوفه انه بينعكس على اللعيبه، بيفقد الثقه جزء كبير جدا من الثقه، فادت للشكل اللي احنا شفناه. يعني ممكن المدير الفني يا كابتن ضيا يدخل بطوله زي بطوله افريقيا وهو مش حاطط ايده على امكانيات لاعبيه، وكل مباراه بنشوف تغيير في التشكيل، ويعني لدرجة إن الناس ممكن تكتب تشكيل أفضل من اللي بيحطه فيتوريا في المباراة؟ هي دي كانت حاجة غريبة جدا، لأنه قعد سنة وست شهور، يعني قعد سنة ونص، فكان المفروض إنه عجن الدوري وعجن اللعيبة اللي بره واللي جوه، وكان عنده وقت كتير إنه يشوف ناس ويتعامل في مباريات ودية أو في مباريات التصفيات اللي اتلعبت مع الفرقه بشكل كبير جدا، ما كانش مردوده، المفروض ما يكونش في تردد ده كبير في عمليه التغيير، في عمليه التشكيل، في عمليه اداره الماتش نفسه مع لعيبته يعني. فدي كانت غريبه جدا، ادت للشكل الوحش ده. هو ملوش عذر فني، لانه الوقت كان ما كافي معاه، كان عنده مساحه وقت كبيره جدا يشتغل فيها مع اللعيبه، مع كل لعيبه الدوري وكل لعيبه مصر. الهدف ما كانش واضح من الاول، الهدف انه مشروع واربع سنين، طبعا المشروع لما يبقى اربع سنين وكاس عالم ستة، اول حاجه بتبص لها معدل الاعمار. فانت المفروض خلال السنه ونص دي على الاقل ثلاث لعيبه صغيرين يكونوا موجودين في الفرقه، يعني في 27 لعيب. ده ما حصلش، احنا دخلنا بمعدل، احنا الأكبر. اكبر معدل اعمار، احنا اكبر معدل اعمار حقيقي، فهو ما عملش حاجات من اللي اتقالت يعني، او اللي كانت بتعلن في الاعلام، والاعلام كان بيطنشها يعني، ما كانش بيناقشها بجديه يعني. في النهايه ما كانش في محاسبه لا داخليه على مستوى الاتحاد كاداره فنيه مثلا، او تشديد على حاجات لازم كانت تتعمل نشوفها، احنا ما شفناش يعني. هي الفرقه دي 90% او 95% هي كانت معانا في البطوله اللي فاتت، دخل واحد بس محمود حماده، وبرضه عامل السن محمود حماده 31 او 32 سنه، فما فيش حاجه كانت مقنعه، لكن احنا كنا مستنيين بقى الاداء الفني ومناقشة الأداء الفني بشكل جذري. أنا من طول الشغل بقول القصة كلها تبان
في بطوله افريقيا. يعني بطوله افريقيا اختبار حقيقي حقيقي، تجمع بتقابل مستويات مختلفه. بس الحظ الحظ يا كابتن ضيا، خلينا نقارن بين البطوله اللي انتوا كنتوا موجودين فيها مع كيروش، انت مقابل منتخبات يعني تقيله في القاره. بغض النظر طبعا نيجيريا، انت مقابل المغرب، مقابل الكاميرون، مقابل السنغال، منتخبات كلها من العيار الثقيل، مع احترامي البدايه هنا، البدايه هنا امام فرق يعني هنقول يعني في المتناول. لما اتكلم على موزمبيق غانا مش في افضل حالاتها، راس الاخضر، حتى الكونغو كمان يعني في دور ال 16 مباراه في المتناول. اه طبعا انت لعبت تصنيف ثاني وثالث ورابع. اه معظم الماتشات كده، لكن انت هناك لعبت تصنيف ماتشين بس، تصنيف ثالث ورابع، السودان وغينيا، وبعد كده لعبت كله تصنيف اول، يعني كوت ديفوار والكاميرون ونيجيريا والمغرب. هي قصه في انه انا حاسس انه اتفاجئ إن في البطوله بحاجات كتيره جدا. يعني بيتكلم كتير على الجو، المفروض ان الحاجات دي تبقى قدامه من قبل البطوله، من ضمن استعدادات البطوله انك تبقى عندك كل الداتا عن المناخ اللي موجود هناك، غير الداتا اللي انت بتعملها انت وفريق محللينك عن الفرق يعني. فكل الحاجات دي كانت فيها خلل كبير جدا ادى للشكل اللي احنا ظهرنا بيه يعني. وده واضح كمان في مباراه الكونغو، حتى تحضيره للمباراه في الوقت الاضافي وركلات الترجيح. هو الحقيقه في الاربع مباريات يعني حتى يعني انت بتتكلم على ركلات الترجيح تحديدا، يعني انا مغير واحد اخر دقيقه في الشوط الرابع عشان ضربات الترجيح، مهند المهند المفروض يشوط، ما اعرفش ايه اللي حصل، مهند ما شاطش وابو جبل شاط. الحاله دي حصلت لنا واحنا اتهاجمنا بشكل كبير جدا السنه في البطوله، لما عملنا التغييرات، لما نزلنا شريف وطلعناه والناس لمتنا. تحديدا المناقشه دي حصلت بيني انا وبين الراجل، لانه كان مضغوط في اوضه اللبس، كان قدامنا التغييرين، فقال لي ننزل شريف، قلت له في عندنا ضربات جزاء وشريف مش في ضربات الجزاء، قال لي لا انا حاسس ان شريف هيجيب جول، فنزل في الشوط الرابع. قلت له اوكي، فانا غيرنا شريف، فالوقت مشي، فكان لازم نغير تغيير عشان ركلات الترجيح. فبصينا وقلنا على ناس، قال لي على ناس موجود، قلت له لا ده مش في الليستة وده مش في الليستة وده في الليسته وده في الليسته، فاللي ما كانش في الليسته هو شريف. ما هو ده التحضير يا كابتن ضي، ده التحضير. احنا مضطرين ان احنا نطلع شريف. طلع شريف، وطبعا الناس استغربت وزعلت وبالقصه، لكن طبعا مصلحه الفرقه اهم. طبعا. فبعد ما كسبنا الماتش، طبعا هو راح لشريف وقال لي، انا رحت المؤتمر، قال لي لازم توضح موضوع شريف، ووضحناه واحنا اتكلمنا مع شريف، ومع المكسب الامور خلصت وعدت، لكن عملنا المصلحه بس. انا قصدي ده التحضير، هو كان محضر ان مهند ينزل يشوط، ما اعرفش كان محضر ولا لا، لكن من التغيير يتقال ان مهند نازل اخر دقيقتين. فلازم اكيد لازم ركلات ترجيح وينزل وما يشوطش، يبقى ما فيش تحضير من الاخر، وما فيش رؤيه، وما عندوش كافه المعلومات زي ما حضرتك قلت. دي من ضمن اداره الجيم يعني. من ضمن اداره الجيم وخبرات اداره الجيم. في النهايه حصل الخلل ده وكان واضح، وكان الشكل طبعا فنيا، انا بتكلم فنيا الامور ما كانتش احسن حاجه. اكيد رحيل كروش كان خطا يا كابتن ضيا، وكنا ممكن نبني عليه. بص، عشان انا ما انت شهادتك مجروحه عشان كنت موجود في الجهاز، لكن انا بتكلم دلوقتي يا كابتن ضيا بدون قطع كلامك، في البطوله العربيه مع اكتشاف عناصر جديده وغامر في وقت، والحاجه الثانيه وكان احنا بفترتنا اللي قضيناها 6 شهور. ست شهور دي كانت فيها 5 ماتشات في التصفيات بتاع كاس العالم، وكان فيها البطوله العربيه، وبعديها على طول بطوله الامم الافريقيه. فقعدنا وشفنا البطوله العربيه، قال لا انا هاخد ناس صغيره، كنا طبعا مختارينها مسبقا من الدوري بشكل كبير جدا.
وهي اللي هتلعب، وبرضه تهاجمنا في البطوله العربيه. لكن احنا الهدف طلعنا بلعيبه نفعتنا في بطوله افريقيا، حوالي 11 لعيب يعني ما كانوش موجودين بقوا موجودين بشكل كبير في المنتخب. والراجل اشتغل على ده واشتغل، فاحنا فترتنا كانت 6 شهور مضغوطه، فكنا بنسابق عشان نشوف لعيبه جديده ونحطها، ونسابق ان احنا نوصل بافضل تشكيل كويس يعني. لكن فيتوريا ما عندوش حجه، سنه وست شهور ما فيش لعيب يعني. احنا مثلا في الباك ليفت فتوح اتصاب، وبعدين حمدي اتطرد، وبعدين لعبت الباك رايت باك ليفت. ما كان ممكن يكون في الدوري يعني انت ما تتزنقش. احنا نفس الموضوع تعرضنا لاصابات، هو تعرض لاصابات بس احنا كنا محضرين ومجهزين عشان كده ما اشتكيناش. يعني احنا عندنا 3 جوان لعبوا في البطوله، عندنا اكرم في اول ماتش اتصاب، ولعب عمر كمال، حتى عمر كمال اتصاب في النهائي، لعبنا امام عاشور في البكرايه. فالامور كلها كان فيها تحضير مسبق عشان ما يحصلش قلق ودربكه في التيم يعني. انتوا لسه ما خدتوش مستحقاتكم لحد دلوقتي يا كابتن ضياء؟ لسه لينا جزء من المستحقات الجهاز كله. يعني هتاخدوها قريب ولا؟ هناخدها مع الشرط الجزائي بقى. المهم ما تسقطش بالتقادم يا سيدي. لا لا تاخدوها ان شاء الله. نشكرك شكرا جزيلا كابتن ضياء السيد، المدرب العام السابق لمنتخب مصر. كابتن ضياء يعني فتح قلبه الراجل واتكلم يعني بصراحه زي ما بيقولوا، وقال ان اختيارات فيتوريا ما كانتش الانسب وما كانتش الافضل. التشكيله اللي راح بيها لما احنا كنا مع كيروش كان عندنا تشكيله افضل، وكنا بنسابق الزمن وقتها ان احنا اشتغلنا ست شهور بس. لكن النهارده انت بتتكلم كان عندك مساحه كبيره جدا تعرف كل امكانيات اللعيبه بره وجوه وتختار افضل عناصر. وقال من الواضح ان الراجل يعني راح بطوله افريقيا وللاسف هو ما كانش ملم بكافه الامور كلها، وللاسف في النهايه مصر هي اللي بتدفع الثمن وخرجنا الخروج المخيب. اتمنى اتحاد الكره يرجع امره او يرجع اموره بسرعه، يعني على الاقل كان يقدم بيان اعتذار لكل جماهير الكره المصريه ويشوف الخطوه اللي جايه ازاي. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه.